كمان بتنضم إلينا زميلتنا سالي سالم مراسلة التلفزيون المصري من أمام أيقونة السلام. أهلا بيك يا سالي. نعم، مساء الخير عليك يوسف وعلى مشاهدينا في كل مكان. بالفعل أنا موجودة في ميدان أيقونة السلام، وهو ميدان من بين عدد كبير من الميادين اللي تم رفع كفاءتها ضمن استعدادات هذه المدينة، المدينة الخضراء، مدينة السلام، مدينة شرم الشيخ، استعداداتها لاستقبال قمة المناخ. بعد ساعات مصر على موعد مع احتضان كافة دول المشاركة في هذه القمة على قلب قضية واحدة وهي قضية المناخ، مؤتمر هام بتنتظره أنظار العالم كله، وبتعقد عليه أمال كبيرة للخروج بتوصيات وهي قمة التنفيذ، قمة التنفيذ اللي بتقوم فيها مصر بالوصول إلى توصيات تنفذ على أرض الواقع. يمكن تابعنا في النسخ الماضية توصيات كتيرة بتخرج بها المؤتمرات، ولكن لا يتم تنفيذ هذه التوصيات على أرض الواقع، و يعني يمكن الدول النامية هي اللي بتتحمل نتاج هذا الأمر. خليني يا يوسف أكلمك عن الخدمات والتفاصيل اللوجستية الموجودة واللي استعدت بها مدينة جنوب سيناء في إطار استعدادها لاستضافة هذا المؤتمر.